تجربة المملكة المغربية رائدة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. التعريف بذلك كان حاضرا في كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات المنعقد في إطار الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في عاصمة أذربيجان باكو. كانت هذه مناسبة اللي في أخذ الكلمة باش نتكلموا على المشاريع الكبيرة اللي كيقوم بها الدولة المغربية تحت القيادة ديال صاحب جلالة واللي كيعطيها أهمية كبيرة. وكانت مناسبة باش نتكلموا أولا على المبادرة المغربية اللي عندها الرعاية ديال صاحب الجلالة اللي هي تريبل أ، يعني التكييف ديال الفلاحة في القارة الإفريقية، واللي مبادرة اللي المغرب يساند القارة الإفريقية في تكييف فلاحته، وكذلك واحد العدد ديال المشاريع اللي هما الهيدروجين فير ولا الطاقة يعني المتجددة. السيد أخنوش أوضح لوسائل إعلام محلية ودولية على هامش المؤتمر أن المغرب شرع في تحديث مساهمته المحددة وطنيا من خلال مبادرات طموحة تشمل رؤية جريئة. الحمد لله المغرب عنده مشاريع اللي هي كبيرة في الماء، مشاريع كبيرة في الهيدروجين، مشاريع كبيرة في الطاقة المتجددة، ونحن على تحت القيادة الفعلية ديال صاحب جلالة وأوراش الكبرى. خلص السيد أخنوش إلى أن العالم ينتظر من الدورة الحالية لمؤتمر المناخ التزامات ملموسة من أجل تسريع التحول البيئي والعمل بشكل متضامن على الوسائل اللازمة لتنفيذه. فالتمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي يمكن البلدان الأكثر هشاشة من تعزيز قدرتها على الصمود، يقول رئيس الحكومة.